هذا البرنامج غير ضاحكين فيه، وأي تشابه في الأشخاص أو الأسماء فهو من وحي الخيال، وليس هناك أي تشابه مع الواقع. المهم شفنا هاد اللعيبة كدار ودرناها. متابعينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عادي جدا، أيا اللي فور فور دي عايزة كلام. حلقة جديدة ما عليكم إلا أنكم تدخلوا تديروا أبوني، تخليوا كومنتير، وما تنساوش تشوركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. مشينا. والبداية الأسبوع بالخبر البارز، وإعلان الخارجية المغربية قطع علاقتها بالسفارة الألمانية بالمغرب. أعلنت وزارة الخارجية المغربية تعليق الاتصال والتعاون مع السفارة الألمانية في العاصمة المغربية رباط. سبب المعلن تباينات عميقة مع برلين في ملفات عدة. دابا حنا والألمان مخاصمين، وحنا اللي قطعنا معهم العلاقات. ألمانيا ليست دولة مؤثرة، باش نكونوا واضحين، ماشي دولة اللي هي مؤثرة. تأكد. في العلاقات المغربية الألمانية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا محادثات هاتفية مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر، ومكنت المغرب من الاستفادة من غلاف مالي يقدر بمليار و378 مليون أورو. وأصلا كان خاصنا نقطعوا العلاقات ديالنا مع الألمان نهار غدرنا لورد أرماتيوس في 86. شنو قلت لكم؟ راه غفاله هما، راه كيغفلوا اصاحبي. انا حتى درت 30 عام باش اول مره كليت البنان. اصاحبي حنا راه ما مساليينش لك دابا عاوتاني، حنا راه مضاربين مع قوه عظمى، واش حنا غادي تخشي راسك حتى معنا؟ انت فاش اصاحبي سير بدل ساعه اخرى. والصراحه فاش خرج هذا القرار شحال وحنا كنتسناو يخرج شي واحد يفسر لينا علاش كيفاش شنو واقع غير باش نفهموا اكثر، ولكن اضطرينا اننا نتسناو حتى يخرج واحد تونسي ويشرح لينا المغرب علاش قادر يقطع علاقاته مع شي دوله في العالم. لان المغرب بلد نوع شراكته، لم يوضع ولم يضع نفسه ودبلوماسيته لم تضع نفسها في زاويه حاده تولي مرتبطه بقضيه حياته او موت، في قضيه قوت الشعب المغربي بجهة دون أخرى. المغرب يراكم في نجاحات اقتصادية، المغرب ينوع في علاقاته الدبلوماسية. واش تتسنينا حتى يجيو الزملاء ديالنا في تونس ويفسرونا الأمور وعلاش وكيفاش، وحتى المغرب راه قادر يقطع علاقاته باللي بغى. ولكن أنا كنظن من دوا وخوتنا في تونس رئيس الحكومة ديالنا غيكون عنده شي تفسير. تحلوا الروبيني هنا يتكب الماء، سارو ديال الضو واش على الضو. وطفي طفي الضو طفي طفي. ودابا جا الوقت في الوزارة المغاربة خاصهم يقاطعوا السيارات الألمانية، داكشي ديال الأودي فولكسفاغن ومرسيدس صافي ستوب، ويمشيو المنتوج المغربي اللي 100% مغربي بسواعد مغربية كيف ما قال سي الوزير العالمي. يعرفوا أنه السيارات اللي كتصنعوا في المغرب ديال رونو تجاوزوا 50% ديال القيمة المضافة، وكنصدروا أكثر من مليار ديال الأورو الآن ل 74 بلد. أنت نعم سيدي، إحنا كندافعوا على المنتوج الوطني، ولكن نسيت حتى أنت وزير عندك ما تكونش كتركب على شي سيارة منتوج محلي 100%. علاقتنا بالألمان علاقة كبيرة، بيننا وبينهم تاريخ كبير. نسيتوا في الصغر باش كانوا كيغطيونا بمانطا بايرن وكيعريونا بالزدف وبولسات ويبيتونا الليالي سهرانين. نسيتوا فاش كانوا كينقلوني لكاس العالم وكوره كنشجعوا الباير ودورتموند ونشجعوا كاع الفراقي. هاد الالمان شنو غادي يكون عندها؟ كاع بوما، اديداس، مرسيدس، كاع طاكسيات البيضين ديالنا زعما باقي بالمرسيدس ديالهم. وزيد وزيد وزيد، حنا ما كتخلعناش الالمان، وهذا الشيء كامل نقدروا نسامحوا فيه، ما عندناش مشكل في سبيل الوحده الترابيه. اي واحد قوه كيف ما كانت في العالم يقيس في وحدتنا الترابيه ولا يقيس فينا نشطبوا عليه، لان وحدتنا الترابيه خط احمر.
دورة استثنائية بالبرلمان المغربي باش يصادقوا على القوانين الجديدة المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وحيت الدور ديالي هنا هو أنني نبسط لكم الأمور، داكشي علاش غنحاول نشرح لكم هاد القوانين الجديدة اللي غيصادقوا عليها في هاد الدورة الاستثنائية واللي كتناقش القاسم الانتخابي. شنو هو القاسم الانتخابي؟ القاسم الانتخابي اللي كيمشي على العدد ديال الأصوات أو المسجلين في اللائحة، ولكن حزب العدالة والتنمية ما قابلش يكون القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللائحة. علاش؟ لأن أصلا الأحزاب كلهم بقي عندكم نقاش وعندهم نقاش على مستوى العتبة والنسبة ديال العتبة. واش فهمتوا دابا؟ لا لا صراحة حتى أنا ما فاهمش، وخاصني نتسنى حتى يفهموا هما ويفهموني أنا عاد نجي نفهمكم. غير هو اللي بغيت نقول لكم أن في جميع الأحوال ها كيفاش غتكون الانتخابات المغربية المقبلة. وفي الأخير ها كيفاش غتسالي الانتخابات. وانا رزمة، انت الرزمة وانا رزمة. ومدام كنتكلموا على السياسيين واخبار السياسيين في مصطفى الرميد قد وضع استقالته بمكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. الرميد قدم الاستقالة دياله هذا الاسبوع، مسكين الله يشافيه والله يخليه لوليداته. والصراحة هذه المسألة ديال القاسم الانتخابي راه تمرض اللي ما يمرض، هذا الشيء راه صعيب راه ما ساهلش. سي الرميد تراجع في دغيا على الاستقالة ديالو. هاد المشهد هذا فين تشوفوا في شي بلاصة؟ الحمد لله على السلامة يا معالي الوزير. الو؟ ايوه فندم. سيادة الرئيس هكلمك. سيادة الرئيس. ايوه رئيس. الحمد لله. الحمد لله سيادة الرئيس. لا كله تمام. لا كل شيء ايه؟ ده انا رياضي قديم. ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك لينا سيادة الرئيس. لا يا فندم لا. طيب يا فندم شاكرين جدا. مع السلامة. والله يتاد عادي الإمام خطار وحق الله العظيم، والله لك يعرف يمثل. وفي الأخبار الإقليمية الرئيس الجزائري كان عنده حوار مع وسائل الإعلام الجزائرية، حوار مباشر واللي تكلم فيه أن كاين بعض الأشخاص ولا بعض الدول اللي كيحاربوا الجزائر. ولكن احنا عارفين منين جاية. نقول لك 97% من الخارج، وراكم عارفين شكون، وشورتو منين تلاقاو دروك مع بعضهم بعض لي سيت تاعهم. حنا عندنا وسائل باش نعرفوا هاد لي سيت منين جايين. سير يا 97 سيت 98 واه السيد قال جوارين، جوارين هي جيران، وقال لك عندهم 97 موقع وهذا، ولكن هاد الجيران اللي كيدوي عليهم فين جاو؟ جايين منا. هو كاين عاد لهاد الجهه هادي. دير نشوف الخريطه ديال الجزائر شكون اللي حداه هنا وهنا. كي حنا عاد على اليسر كيدوي على تونس، وتونس مساكن مظريفين وخوتنا، وزعما علاش؟ وهاد الشيء زعما غيدوزوا لي قيس، راه ما يمكنش يسكت على هاد الشيء. السيد مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سلم هذا الكتاب الساعة إلى صاحب البريد ليسلمه بدوره إلى المرسل إليه. مارين بعد هذه الرسالة وبالطريقة، ولا مشاو تلاقوا هاد جوج أشخاص ما عرفتش شنو غيديروا. خذوا من كل رجل قبيلة. وصلنا للنهاية ديال اش واقع شرحوا لينا ما فهمنا والو. فانا اسف، اشرف بن شرقي باللاعب زمان اصيب بكوفيد وتوفى. كيفاش قتلوا السيد؟ حرام عليكم السيد، يلا عيط لي خليل وزيد باش يلعب في المنتخب، راه ما
كاينش هذا الشيء. صيفطنا عندكم الدري يحترف باش ديروا لي هذه الحاله، راه هذا الشيء ماشي معقول. ودابا فهمتوا شنو كاين؟ هذا راه واحد الاستاذ ناض ودار سؤال على ان الورث ديال السي بن شرقي خاصو يتقسم لانه مات وفيه داك الشيء مخربق. ولكن المشكله هذا الاستاذ راه ماشي ديال ابتدائي ولا استاذ غير كيزيد السوايع، هذا استاذ ديال ماده القانون الدولي، هو اللي دار هذه الحاله. ولكن الحمد لله اللي وقفوا، ما كان راه يزيد شويه يزيدنا حتى سميره سعيد. غير هو على هذا الحساب بغيت نقول لكم كاع عاوتاني هذا الشيء اللي شفتوا في البرنامج راه عادي جدا.